مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا ومرحبا بنا معكم في حلقة جديدة للقاء اللي يتجدد معكم في برنامجكم لا لوزا مع إيما. مرحبا بك إيما. مرحبا بك ناصر، نحب الجمهور الكريم يدخلنا لديارهم، إن شاء الله هم فرحانين بنا وإحنا فرحانين بهم تاني. إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. وكما راح تعودوا علينا دائما نديروا وصفات جديدة، كل خطرة نديروا زوج وصفات نشاركوهم طيلة شهر رمضان الكريم. وصفة من عندي وصفة من عندك ناصر. إن شاء الله. لنهار اليوم خيرنا لكم وصفة شابة بزاف اللي أكيد راح تعجبكم، واللي هي معجون تباسة. هلا اليوم راح نديرها بالتشينا ناصر. بالتشينا. بالتشينا عندنا تشينا. المقادير اللي عندنا 400 غرام تاع جو دورانج. نقدر نديرها بجو سيترون تاني تجي بزاف شربة. نفس الوصفة. عصير طبيعي. نعم. عندنا 500 غرام سكر. لا لقيتو قارص ندير 500 غرام سكر، كي لقى تشينا تاعي قرصة. نلقاها حلوة نقص شوية السكر، نقص واحد 50 غرام هكذا. عندنا 150 غرام تاع الجليكوز. عندي 50 غرام واحدة أخرى تاع السكر. عندنا 40 غرام تاع لابيكتين جون ناصر، ضروري لابيكتين جون باش تشد لي روحها مليح. عندي جو دو سيترون. إيه؟ هذا مكان، وعندنا لينوازيت والبيستاش بوغ لا ديكوراسيون، هذا مكان. هذا واش فيها؟ إي فاسيل أفير. وراح نستعملوا هاد ليمول. لا خيرنا هادو لا خاطش شابين. اوكي يقدروا يختاروا اي نوع تاع ليمول اللي يحبوهم هما. فوالا كل واحد يدير المول اللي عنده، ما لازمش يقتدي بالمول اللي عنده. بيان سور. نروحوا مباشرة لطريقة التحضير. نروحوا مباشرة لطريقة التحضير. واش راح نحتاجوا؟ الكاسرونة. الكاسرون ناصر. معنا بسم الله. عندنا شعل على الفرنو تاعنا. عندي 500 غرام تاع السكر. قلنا ندير 500 إذا كانت التشينة تاعي ماشي حلوة. هنا. حطوا كامل الكميه. نعم حطوا كامل الكميه. بيان سور كامل الكميه. راك تشوف عندنا زوج سكر، عندي تاع 500 وعندي 50 غرام سكر. دوك نقول لك واش راح ندير بها. قلنا هنا عندنا 400 غرام تاع عصير البرتقال. باتشينا نعصروها حتى نتحصلوا على 400 غرام، حتى نعصروها باش نوزنوا. تري بيان. عندي الجليكوز اللي لازم نحبطوا بالماء ناصر. هنا اللي قلنا شحال؟ 150. 150 غرام هكذا. نحبط كامل الكمية اللي عندي. ها دوك هذه نحطوها فوق النار. هنا نحطها فوق النار ونقعد غير نحرك فيها، نحرك فيها شويه غير قسمة ترفد الغلية. من بعد هنا دوك كي ترفد الغلية واش راح ندير؟ هنايا عندي لابيكتين قلنا جون مع السكر 50 غرام تاع السكر، نخلطهم مع بعض ناصر. لو كان ندير لابيكتين وحدها فوق لاماس تاعي اللي تكون نقولوا جايه ليكيد وكامل، واش راح يصير لها؟ راح تتبركس. 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 انا واش ندير؟ لازم نخلط لها السكر. لازم نخلطوا لها السكر ونخلطوها مليح مليح مليح. فوالا هكذا. بيكتين إذا زدتها مباشرة فوق المادة السائلة راح تتكمش، ما تطلقش روحها في الليكيد. تولي محببة. تولي محببة. فوالا تولي محببة. كي نخلطوا لها السكر بالعكس راح تمشي مليح في الليكيد تاعنا. راح تمشي تخي تخي بيا ناصر. وهنا اللي حبت لاكولوغ تاع التشينا تاعها ناصر تكون شوية فورت، يعني تكون قاصحة شوية على هكذا، زدت شوية كولورون ولا لاباد داوم تاع التشينا حجيها. أنا نفضلها هكذا راهي شابة لاكولوغ. أنا نحبها ناتشورال. راهي شابة لاكولوغ. هنايا ناتشورال راح تجي شابة. انا راهي لا كولور تاع التشينا. لا كولور تاع التشينا، دي فوا التشينا تكون شويه ناقصه في اللون ولا زيدوا لها شي لا باد داغوم. مي انا نحبها هكذا، نفضل هكذا لا كولور الطبيعيه. مش كيما هكذا. خير. اه حتى الاضافات هادو تاع لي كولور هكذا من الاحسن تفاداوهم شويه. لازم. والبيستاش هذا والنوازات للتزيين ياك؟ للتزيين. قطع لك شويه لداخل. قطع لنا شويه، مازال كي نديروا النص انت بدا قطع. حتى نديروا النص باش نديروا النص، نقطعوا فوقها شويه تاع لينوازيت ولا البيستاج ولا ما نديرش خالص ناصر. حبيت ندير ما نديرش، مي كيكون عندي الخير في الدار ندير ان شاء الله. مليح كي تكون في الحبه تاع المعجون هكذا حاجه تاع المكسرات لداخل. بيان سور بيان سور. بين هاد المعجون ما راحش نديروه دايما ماشي تاع دايما، مره دايمن. في غره باش نديروهم ناصر. شوف السهره تاع رمضان الله كيما رانا سهرانين اليوم. اه ولا في المناسبات يكون عندنا في العرس ولا لازم نفرحوهم ناصر. يجوك الناس ما يجوك غير اللي يحبك. صح ان شاء الله. انا
قلنا دوك غير ترفد الغليه ناصر، لازم ترفد الغليه باش نقدر باش نقدر نزيد لابيكتين. نقول لك قطع لي القارص ناصر باش نعصر مع الخر شويه. انا دوك نخليها تغلي شويه، قلنا نحركو مليح لابيكتين لو طون يتقطع لي ناصر لي بيستاش ولا لي نوازيت ولا. انا حبيت نديرهم هنا داخل المول، ديرهم معليش باش كي نفرغو يخرج مليح. هكذا نحطو عشوائيا برك عشوائيا شويه. قلنا لا ما عندناش نستغناو عليه ناصر، هو صح في المعجون ماشي صح في المكسرات. صح في سهرة رمضان ملاح المكسرات على ساعة نشرو شوية شوية. ما كانش كامل نديرو كاوكاو. صح. يا كاوكاو محمص بالملح الله الله مع لاتاي ما كان مخصو. أنا هكذا. هنا خيرنا هذا المول باش يعطي شكل شبابه. أنا نحبو هذا المول ناصر شكل شبابه. شبابه تخرج واقفة الحبة فيه. وكل واحد يدير المول اللي عنده، ما لازمش واش عندنا حنايا اللي يديروهم. كاين حوايج دي فوا ناصر اللي مول يخرجوا بعد عاودوا ينقطعوا ما يصيبوهمش، الوغ فو ميو يروحوا يديروا المول اللي يحبوهم. ثاني كي نزيدوا البيكتين لازم نبقاو نحركوا، ما لازمش نخلوها هكذا. اكيد اكيد لانه تتبركس. وممكن نديروا لابيكتين ناصر نرشوا هكذا. صح ما نحطهاش الافوا. فوالا ماشي الافوا، هكذا نرش غير بشويه بشويه وانا نخلط على جهه او ميم طون. هكذا راك تشوف انا نزيد في لابيكتين وريحه الطحينه راهي تزيد تطلع مليح. بالنسبه لاذا درنا القرص نفس كميه البيكتين. نفس الكميه بيان سور نفس الكميه. هنا في هذه الوصفه لابيكتين تاع القرص والطحينه راح تكون كيف كيف، بصح مع الفواكه الاخرين ما تكونش نفس الوصفه. مثلا اذا درنا تاع التفاح ولا درنا تاع الصفرجل ماشي كيف كيف، خاطر التفاح هو في اصله فيه نسبة كبيرة تاع لابيكتين. تاع لابيكتين صفرجل ثاني ناصر. صفرجل ثاني فيه نسبة كبيرة تاع لابيكتين، واللي ما على بالهمش بلي لابيكتين تتنحى من البذور والقشور تاع التفاح تاع لانجاس. أكيد أكيد، وهي مادة طبيعية لابيكتين ناصر. مادة طبيعية. ماشي ديروا لابيوري تاع التفاح وديروا نفس الكمية تاع لابيكتين. لا لا ماشي كيف ما تنساش هذا راهو ليك يا ناصر. يعطيك الصحة. بالك نسحقوا أكثر ما نسحقوا في حاجة تكون شوية ثقيلة. من زمان ناصر نعرفوا حنايا لا بليبار كنا نديرو غير في كما نقولوا معجون التباسه تاع صفرجل. تاع صفرجل معروف. معروف كثير 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 كاع العائلات الجزائريه كانوا يديروا تاع صفرجل. تاع صفرجل دوك الله يبارك. كانت على الفاس، كانت تاع كما قلت الكرموس، كل مره واش نديرو. هنا نتاع لا فريز ناصر الجيلو نتاعو بزاف شباب على الحمر بالرمان بالملوك كل شيء يجي شباب. هات ريحي تحركي فيها هكذا على بالك كيفاش نحبس انا كي ندير هكذا نلقاها بدات تعقد لي هنايا شغل تحبط لي وهي ثقيله. فوالا تحبط ثقيله على ملفوي ديالي هيك ديجا هنا بدات تشد روحها شويه. كان ما تعقد لكمش مليح بعد ما تعمروا دخلوها الفريجيدار راح تجي سايله ما تشدش لا فورم تاع المول تاعكم. سنعطي لهم استيوس ناصر. صات لي واحد النهار انت ما عرفت واش نديرها كيما تشدليش روحها مليح في المول ديالي واش ندير نعاود نرجعها في الكسرونه. نرجعها في الكسرونه ونعطي لها غليه واحده. غليه واحده. شغل ترفد غليه برك وانا ينطفي لها. سيبون نعاود نرجعها تعاود تشد روحها تخيط خيط خيط. يعطيك الصحه سلك فينا مبالغ. بيان سور لازم نسلك كامل البنات المبتدئات. فوالا شوف راك تشوف ها. هي بدات تتقال وتعقد. شغل راهو سيرو لداخل. راك تشوف ميم هاد لي بول يزيدوا يكبروا. فوالا يزيدوا يكبروا. شي كيما لازم بالخاطر. عندك صفرجل ناصر ثقيل على بالك شحال نشدو بواحد النص ساعه ولا اكثر وحنايا نحركو تما يجينا واعر. دوك لابيكتين كي كاين الحمد لله ناصر الحاجه راهي تجينا خير خير فاصل مليحه نورمالمون هنايا سي بون تكفيني اعطيني برك هذا. نزيد لها العصير تاع ايه عصير الليمون. دوك انا كي نزيد لها عصير الليمون ناصر راح نزيد خليها غليه وحده. زيدي لها غليه غليه وحده هكذا ما فيهاش وقت حتى وين تعقد وخلاص. حتى وين تعقد بصح كوميم راح نعرف سينو تجيني بزاف يابسه ولا بزاف حاقده. هكذا غليه وحده راك تشوفها شفت كيفاش راهي مكبده لا كولور راهي شابه على الكلاغ كيما دوكا رانا في البيريود تاع تشينا والقارص. اي وي سي لا بيريود الواحد يستفاد قد ما يقدر منهم. فوالا دوك واش ندير ناصر؟ نعمرو ديريكتومون. نعمرو ديريكتومون حتى وين يتعمر المول ديالي. راهو سخون ما نقدروش. لا معليش
ونديرولو امتيت ديكوراسيون من الفوق. يعطيك الصحة. الله يسلمك. نكمل هذا باش ما باش ما نطولوش عليكم بيان سور، ما نستناوش حتى وين يجمد مليح هذا المعجون. يعني رانا موجدين من قبل كمية من المعجون. هذا هو المعجون تاعنا بعد ما شد روحه مليح. شوفوا القوام تاعو كيفاش يكون. يجي طري، يجي هايل. لي بيستاش ولا لي نوازا شوف كيفاش راهم. فوالا نديرو اون بتيت ديكوراسيون. واش راح نديرو؟ راح نسخو غير الوريدات. وردة برك من الفوق. وردة اللي عندنا حنايا نحطوها، نديرو اون كول اليمونتيغ اليمونتيغ ونحطوها من الفوق. يعطيك الصحة. الله يسلمك. حنا نكملو نديكوريو الحلوة تاعنا اللي هي معجون تباسة. معجون تباسة. ايه معجون تباسة تاعنا راه والله الله يشهي. الله يشهي صح. نستناو هذوك حتى العشية كامشو نقدرو نعملو. مع العشية نصر مع لاتاي، معجون تباسة يحب لاتاي. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ما تروحوش بعيد، بعد الفاصل تستناو الوصفة اللي حضرتها لكم لنهار اليوم في برنامجكم اللالوزة على قناة الشروق. مازلنا ديما معكم في هذا البرنامج لالوزة على أيام مباركة اللي هي شهر رمضان الكريم. يجعله خير وخير علينا كامل إن شاء الله. آمين إن شاء الله. كنا في الجزء الأول تاع الحصة تاعنا حضرنا معجون تباسة بالبرتقال. أنا قاعدين في البرتقال على حسب. وأنا ما حبيت نخرج من الوصفة تاعي. علاش مشيت لا كونتيتي تاع المعجون ويلا. خدمنا نص معجون تباسة. ويلا. ونص نديرو تقريبا كشربات. أيوة. كشربات على بالنا في شهر رمضان. نستهلكوا بزاف الشربات بزاف، وعلى بالي باللي اللي يتبع بزاف سي القارص. انا اليوم حبيت ندير لكم باتشينو خاصه واللي نخدموها في الدار حنا تجي خير بيان سور. على بالنا واش رانا نديروا بدون اضافات، ما فيهاش كامل اضافات. راح نحتاجوا زوج كيلو تاع التشينا برتقال، زوج حبات تاع القارص مبشور تاع زوج حبات قارص، زوج حبات تشينا الزاز تاعهم. عندنا زوج كيسان تاع السكر عادي، وعندنا ثلاثه ريتلات تاع الماء. دونك هذا راح يخرج لنا كونتيتي حتى 5 ريتلات. نشربوا ونعاود. نشربوا ونعاود ان شاء الله. الحاجه الاولى اللي راح نديرها واش ندير؟ هنا عندي شويه ماء اللي راهو يغلي. واش ندير فيه؟ شويه ماء اللي راهو يغلي. ندير فيه سمحي لي. سمح. ندير فيه لو زيست هذايا، لو زيست تاعنا. اوكي. تسمى تطفي عليه باش ندير. نطفي عليه. ندير لو زيست. هكذا. نزيد عليه مغرفه صغيره تاع الملح. مغرفة كاملة. مغرفة صغيرة هكذا تاع الملح. وعلاش دير الملح ناصر؟ تقتل الحلاوة. ونزيد عليه الماء يغلي. إيه؟ هذا الملح واش راح يدير؟ إيه؟ هذا الملح ينحي لك كامل المرورية اللي كاينة في لو زيست. شحال من خطرة نديروا المعجون تاع التشينا ولا الجو تاع التشينا ولا تاع القارص وتبقى المرورية هذيك من اللور. هذا الملح. نديروا بالقشرة تاعو ناصر راح تقعد. لخاطر كي نزستيو ما راناش نزستيو مليح. نلحقوا للبيض هذا تاع نلحقوا للبيض قشره البيض صح. هذا الملح هو اللي راح ينحي لنا كامل هذيك المروريه. دوك نخليها هكذا 10 دقائق حتى ربع ساعه، من بعد نصفيه من الماء تاعو ونعاود نريكيبيري لو زيست تاعنا. وعلى بالك ناصر غير فرغت الماء طلعت الريحه تاع التشينا. الريحه كيفاش طلعت بلادنا كيما على بالنا اللون. شوف سبحان الله بدون اضافه اللون تاعو كيفاش يقعد ولا. هي هي ناصر احنا بلادنا بلاد تاع الحمضيات، ما تنساش التشينا المندارين القارص. انا كنت شفت واحد المعلومه دوك نورمالمون قريتها إيه؟ على كليمونتين ايه قال لك الاصل تاعها جزائري من الغرب. الاصل تاع كليمونتين من الجزائر. ايه الله يبارك. وي احنا بلادنا ما شاء الله تاع خير. دوك واش راح ندير؟ ايه نقشروا التشينا تاعنا. تقشرها ما ديرش القشره ديالها. لا لا نقشروها برك بلا القشره تاعها. اوكي ناخذ الموس اليوم نخدمك شويه معايا عليا على التشينا ناسك تقشر بو هكذا بصح. شوفي كيفاش راح نقشر. ايه نحيها هك خلاص روح نزيد نحي هذا الجزء كيما راني نديرها هكذا. ايه ونزيد نحي بهذه الطريقه هكذا نحي كامل هذيك القشره البيضاء. هذاك ديرها انت. لا 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 ديري تخدمي اليوم. انا نحب نقي كي زمان ناصر نديرها. التشينا الله يبارك كيفاش راهي تشهي. راهي الله يبارك معمره بالماء وقتها ناصر. وقتها ما شاء الله. تشينا بلادنا معروفه. هكذا نحاول كيفاش ما نحيش بزاف من التشينا. هكذا بهذه الطريقه. وكهذي تقطعها وتحطوها في البول هكذا. نقطعوها ونحطوها في البول، ميكسيوها مع الماء ومع السكر.
هكذا، شوفي الحبه تاعك وشوفي الحبه تاعي. اي ماشي كيف كيف ناصر. لازم النحو كامل هاد البيوضيه. مالا هكذا كنت خليني نقيها لك نورمال كما كنا نقيوها حنايا. تاع بكري. ايه كيفاش؟ هكذا. طيب دوك هذه تقطعها. ايه دوك نقطعوها فوالا، انا نقشرها لك وانت تقطعيها. قطعوها براج براج ولا نورمال؟ لا معليش. المهم هي حد تميكس. طرونش برك. هكذا. نحولها بيان سور العلف ديالها باسكو يطلق المرورية. اه. هذه ما فيها ني العظم ني والو ناصر. هاي مليحة الله يبارك. شابة هاد التشينة. عباك انا ناصر التشينة كيما هادي ندير بها معجون تاع الطرف. اه تاع الطرف جهيلة. جهيلة. كاين ثاني معجون تاع التشوينة. تاع التشوينة ثاني. درتي لنا خطرة ميلونج بين المعجون تاع الطرف. ومعجون تاع التشوينة. كان سير داير في البلا تاعو ومعجون تاع التشوينة كان في الوسط. تسخف فيهم ناصر في هذا رمضان لازم نديرها لهم. على بالي بلي كامل يحبوا المعاجن. اه وي. قلت لك المعاجن ناصر احنا على طول العام يكونوا عندنا في الفريجيدير اون كيجي ضيف على غيلة. تجبد ديريكت. تجبد ديريكتومون. تقدر المهم كما قلت طرف خبز ولا طرف فطير ولا المعارك. وتجي الله يبارك. الله يبارك. وثاني هنا عندي القارص كيف كيف زوج حبات نقطعهم بنفس الطريقة. هكذا درتو القارص القشره تاعو البيضاء تكون قاصحه اكثر من التشينه بزاف بزاف. وي شفت التشينه هذه الله يبارك ناصر راهي مايها. واش نقول لك هنا اللي يشوف اللي يشوفني النحيق يقول لك او كلا بزاف من الحبه تاع التشينه ولا تاع القارص. بصح لازم ناكل كما قلنا هذا الجزء الابيض اللي هو لوزيست هذا هو المر في العصير. يس هكذا لأن خدمة اليوم تشغيل الشباب والله شينا هذه لازم نكون تيتي على جافي نهار فوالا يلا نوجدوا الشباب. حتى هذا القارص من ما نرموهش هذا القشور تاع القارص ولا تاع التشينا نديروا معجون ما نرموهمش نديروهم معجون. انا نديرو معجون ناصر راح يجي بنين ثاني بزاف بنين. نقدر امام نغلوهم مليح ونسيشيوهم ونزيدوهم ناروماتيزيو بهم السكر يجي بنين ثاني. زستيوهم ناصر نخبيهم في كونجيلاتور كي ندير لي غاتو تراديسيونيل تاعنا اللي يطلبوا بزاف 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 لو زيست لو زيست فانا. هكذا هنا نخلي حبه قارص وحبه تشينا لا ديكو باش نقطعهم دي طرونش ونخليهم داخل الشربات تاعنا. هكذا راح يجينا جي شهي ناصر. والله غادي جاني تشهيت على بالك راني عطشان اليوم. هكذا خلاصت كامل الكميات تاعنا. درك السكر نديروه لي درك يعني نديروه سور بلاص. اه تميكسا كامل مع بعضها. تميكسا كلش مع بعضها. الصحة. الله يسلمك. قشور أكثر منه ناصر. شاهدتينا. لا غير تشهي ريحة لك انا صايمين برك. لا لا اما نكونوا صايمين تشينا دائما تشهينا. الله يبارك تشينا راهي تسخن. ان شاء الله. دوك هادو للديكور حبي يقول هادو حبيت نخليهم للديكور وي. فوالا دوك واش راح ندير راح نرحي تشينا تاعي غير بشويه. خاطر الروبو تاعي شويه صغير دونك راح ندير كميه من التشينا. قلنا الماء نسحقو 3 ريتلات. هذوك لو زيست دوك نزيد معاهم نزيد معاهم السكر تاعنا هنا ندير نص الكميه النص الاخر نخليه مع الكميه اللي قعدت. لو زيست تاعنا نصفيوه ايه عطيتك هاي لك سفاير. انا حبيت تخلطوا مع ال امن مع داك السكر والتشينا وكامل نصفيه. صح لازم نحي هذا الماء اللي فيه الملح. اه خلاص الملح. خلاص قول لي انا عملت لي هذا لو جو لك رايح ديرو داخل. لا هذاك نحيت منه المروريه تاع انا نشوف لا كونتيتي تاع هكذا تخي بيان. لو كان نحي لو جو تاعي بسم الله ناخذوا ان فول كبير
بسم الله نفرغ هنا. اللي يحب يصفيه يقدر يصفيه. انا نحبوه هكذا. انا تنحبوه هكذا. اللي يحب يخليه كيما راهو يخليه هكذا. شتي الريحه ولا كولور؟ الله يبارك الله يبارك. هذا كيكون بارد يا ناصر شوف. شوف شحال زاكيه. زاكي ما شاء الله. ها الله يبارك. هكذا نزيد الكميه اللي قعدت. كيما هذوك نديرو قرص وتينا. سمح نقول كنزيدو البومبلوموس ثاني بالك يجي يجي بنين. يجي عصير تاع الحمضيات. الحين نديه على بالي تقول خليه ندير فيه دوزيام ميلاج. بالك ما تكفيناش. اه لا. هكذا نزيد عليه الكميه تاع الماء. من داري ناصر ثاني حجي بنينه ريحه الليمون تجي بزاف بنينه. كامل لا كونتيتي. تسمى في هاد لا كونتيتي ربع ريتلات. عندنا 3 ريتلات. اه 3 ريتلات. وكلش راح يولي لنا 5 ريتلات. طيب يعني. مع زوج تاع التشينا القارص. فوالا. سهلة الوصفة تاعنا. هايلة سهلة. نقول لك نشربوا اليوم ونزيدوا غدوة ويلا. ريحة تاع التشينا أنا دوختني. كما قلنا كبير. راهي الله يبارك. كما قلنا اللي يحب يصفيها اللي يحب يخليها كما راهي نزيد لها هاد لي طرونش تاع التشينا والقارص تاع القارص. اه وتكون الوصفه تاعي حاضره معكم لنهار اليوم. ولازم نشربوها بارده. لازم بارده. دوك نخلوها في الثلاجه تقريبا واحد زوج سوايع هكذاك حتى العشيه حتى الاذان حتى المغرب. الله يعطيك الصحه. حطوها فوق الطابله تاع الفطور وبسم الله. لي طاس الله الله واش نقول لك. ان شاء الله. هذه كانت الوصفة تاعنا لنهار اليوم. ما تروحوش بعيد. فاصل ونشوفوا الحلويات اللي حضرناهم لنهار اليوم واجدين على طاولة التقديم. يعطيك الصحة. حلقة تاع اليوم جازت خفيفة ظريفة معكم. وكنا حضرنا معكم زوج وصفات كما راكم تشوفوا. الوصفه الاولى كانت معجون تباسه تاع تشينا. يعطيك الصحه يما. يعطيك الصحه ناصر. قعدنا في التم تاع تشينا اليوم كلش راهو اورانج راهو يشهي الله يبارك. درنا معجون تباسه تاع تشينا اللي مالفين حنا نديرو دائما تاع صفر رجل. لازم نبدلو كل ما يكون موسم فيه فواكه خاصه به نستغلوها. موسم تاع لافخيز تاع تشينا كامل مواسم ما شاء الله. الله يبارك. الله يعزك ناصر. حتى انت يعطيك الصحة على الجلي وجهتونا الاقتصادي. انا ما حبيتش نبعد بزاف. شريت مع صباح تشينا درنا بها معجون تباسة. قلت نزيد نكمل ندير لكم الشربات تاع التشينا. يعطيك الصحة. زوج كيلو تاع التشينا خرجنا حتى الخمسة ريتلات. الله يبارك يا ناصر. وكما راك تشوفوا جات عقدة كما قلنا اللي يحب يصفيها سينو تخلوها كما راهي. انا هكذا نحبها. انا ثاني نحبها هكذا ما نحبش نصفيها باش نحس بهذيك الكو تاع التشينا قاطع. يعطيك الصحة. الله يسلمك. هادو هما كانوا الوصفات اللي حضرناه لكم لنهار اليوم. حنا نستناو حتى الغدوة ان شاء الله نطولوا باش نزيدوا نتلاقاو بكم مرة واحدة أخرى. انا نقول ان شاء الله يا ربي يكونوا عجبوهم وصفتنا تاع اليوم وان شاء الله يعاودوهم ويردونا في الخبر ان شاء الله. نقول لكم صحه فطوركم وصحه صيامكم ومع السلامه. على خير.